يبدو أنه أضحى لزاماً تخصيص جائزة فردية لأكثر اللاعبين تعرضاً للإصابات. يبدو أن هذا اللاعب الممدد على الأرض ومن يتوج بها عن جدارة وبغالبية الأصوات، ومتفوقاً حتى على نجمي البالون دور كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. Tu sens ton pied, il est bizarre. Des fois, même quand tu marches avec les béquilles, au bout d'un moment, tu dis... C'est vrai, ça te motive. Des gens qui te parlent, des gens qui te poussent et tout, mais le plus important, c'est toi et c'est à l'intérieur de ta tête. مدافع نيس أو الفتى الزجاجي يوسف عطال تضيع عددا كبيرا من المباريات مع ناديه في البطولة الفرنسية، وإبعاد عن تربصات الخضر تحسبا للمواعيد القارية، يثير عديد التساؤلات بخصوص جديته في التدريبات ومدى التزامه وتسييره لحياته الشخصية. Avec autant d'arrêts, on est obligé d'aller progressivement, donc d'où l'accompagnement avec les kinés, avec le staff médical, avec les préparateurs physiques, etc. مسلسل سقوطه المحير وتراجع مستوياته يجعل رادار المناجرة يتشوش بفعل تكرر الإصابات، حتى كبرى الأندية الأوروبية باتت تصرف أنظار عن عاشق المبيت في العيادات، عوامل ساهمت في تراجع قيمته السوقية. وأضحى الخبر الأهم، إصابة يوسف، بدل السؤال هل فاز نيس وما قدمه عطال.